من لندن ايضا ينضم الينا الاستاذ احمد المصري الكاتب والمحلل السياسي. استاذ احمد، ارحب بك على اكسترا نيوز، وهل لديك تفاصيل اكثر حول طبيعه هذه الحادثه التي جرت على جسر لندن منذ قليل؟ نعم، للأسف حتى الآن المعلومات شحيحة جدا حول هوية منفذ الحادثة، لكن من الواضح جدا أنها تندرج ضمن حالات أو عمليات الطعن الإرهابية التي كسابقاتها التي تمت سواء في لندن أو في عواصم غربية أخرى. هذا توقع، هذه ستكون يعني نعم، لكن حتى الآن لا يوجد معلومات من الشرطة. البيان الأولي قال أن هناك حادث طعن، تعرض عدد من الأشخاص للطعن في منطقة جسر لندن، لكن لم وأن الشرطة أردت المنفذ قتيلا، بل يعني أطلق عليه الرصاص. حتى الآن لا يوجد أي تفاصيل أخرى حول هذه، لكن من المتوقع أن يكون هذا الحادث كالحوادث الشبيهة السابقة في لندن، سواء التي تمت أمام البرلمان أو حادث الطعن الذي تم في منطقة أيضا في وسط لندن، في منطقة مكتظة بال 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 في أحد الأمسيات، يعني مثل اليوم. لكن على الأغلب هذه عملية تحمل بصمات تنظيم داعش. على الأغلب سوف يصدر التنظيم بيانا يتبنى في هذه العملية، ويقول أن هذا الشخص لقد تم تجنيده عبر الإنترنت، أو ربما يكون أيضا من العائدين من سوريا الذين الدواعش الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرا وعادوا إلى بريطانيا، أو ربما يكون تأثر غالبا من الذين تأثروا بالإنترنت وأن تم تجنيده عبر شبكة التواصل أو الشبكة العنكبوتية. نعم، هذه الحادثة تأتي قبل أسبوعين تقريبا من انتخابات برلمانية هامة في بريطانيا، وقبل أقل من شهر من احتفالات عيد الميلاد. هل هناك دلالة في اختيار هذا التوقيت؟ على الأغلب يعني لا أعتقد أنها مرتبطة بالعملية الانتخابية التي ستجري قريبا، لكن نعم التنظيم دائما ما يختار إن صح وكان هذا هو الحادث من تدبير تنظيم داعش، سوف يعني اختياره قبل أعياد الميلاد. هذه هي الطريقة، فرأينا في هولندا وفي فرنسا أكثر من مرة تمت عمليات مشابهة خلال فترة الأعياد أو تسبق فترة الأعياد في الغرب. وبالتالي هل تتوقع إجراءات أمنية مشددة خلال الأيام القادمة من بريطانيا؟ غالبا ما تقوم المملكة المتحدة بفرض إجراءات أمنية مشددة خلال فترة الأعياد، ويكون هناك مراقبة للأسواق، لكن في الفترة الأخيرة كانت الإجراءات الأمنية قليلة نوعا ما خاصة في المملكة المتحدة. أعتقد أن ما يحدث الآن في بريطانيا له علاقة أيضا بملف آخر ربما ستشهده أو القادم إلى 10 داونينج ستريت إلى رقم 10 في الحكم رئيس الوزراء في المملكة المتحدة في رئاسة الوزراء، سوف يأخذه بعين الاعتبار، ألا وهو ملف جماعة الإخوان المسلمين، والذي ترفض المملكة المتحدة حتى اليوم أن تصنف تلك الجماعة حتى اليوم بأنها جماعة إرهابية، رغم أن هناك تقارير حكومية كثيرة وأمنية تقول أن تلك الجماعة تتبنى فكرا متطرفا، وهو ما توصل إليه تقرير حكومي مؤخرا، وأوصل الحكومة البريطانية بحظر الجماعة ووقف نشاطاتها تماما على أرض المملكة المتحدة. ربما سيكون هذا الحادث يعني شرارة حتى تنفذ المملكة المتحدة وعودها للمواطنين هنا بأن بحظر تلك الجماعة، وأيضا بتوصيات التقارير البرلمانية أو التقارير. وكان هناك لجنة برلمانية شكلها كاميرون لدراسة أنشطة جماعة الأخوان الإرهابية طبعا، وإذا ما كانت ضالعة بالإرهاب أم لا، لكن حتى هذه اللحظة يبدو أن هذا التقرير تم التدخل فيه من بعض العناصر، وربما كانت هناك أيضا ضغوط من بعض الدول المؤيدة لجماعة الأخوان الإرهابية وما شابه، والكثير ربما لا يعول على المملكة المتحدة في اتخاذ موقف ضد جماعة الأخوان البريطانية. لكن مثل هكذا حوادث، هل من الممكن أن تضغط حوادث داخلية طبعا تتعلق بالإرهاب
من الممكن إذا ما صحت يعني أن هذه الحادثة هي حادثة إرهابية، هل من الممكن مثل هكذا حوادث أن تضغط على الحكومة البريطانية لأن تأخذ جديا فيما يتعلق باعتبار جماعة الإخوان هي جماعة إرهابية؟ مؤخرا شاهدنا أو منذ سنوات شاهدنا أنها أدرجت حركات مثل حركة حسم وحركة لواء الثورة التي هي تابعة بشكل أو بآخر لجماعة الإخوان الإرهابية، أدرجتهم في كيانات باعتبارهما كيانين إرهابيين، لكن الحكومة البريطانية لم تدرج الجماعة الأم وهي جماعة الإخوان باعتبارها حركة وجماعة إرهابية. ألا تمثل هذه الحوادث ضغطا على الحكومة البريطانية لاعتبار هذه الجماعة أنها جماعة إرهابية وبالتالي تؤثر على الداخل البريطاني؟ بالطبع هذه سوف تكون، يعني الإعلام غدا سوف يتناول هذه الحوادث هذه الحادثة وسيسترجع أيضا الحوادث السابقة ومواقف الحكومات البريطانية المتعاقبة خلال السنوات الماضية، سواء كانت حكومة كاميرون أو تيريزا ماي أو حتى حكومة جونسون. لكن على يعني أنا يعني أعتقد أن حكومة جونسون حتى في الوقت القريب كانت إذا ما استمرت تلك الحكومة كانت ستتخذ مواقف أكثر تشددا تجاه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، إضافة إلى أنها أيضا كانت ستشدد الإجراءات الأمنية أكثر. أعتقد أن هذه الحادثة كما تفضلتم سوف تكون يعني مادة دسمة للإعلام البريطاني لاسترجاع التقارير التي تم العمل بها والتقارير التي قدمت للحكومات البريطانية المتعاقبة ووصلت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، لكن الحكومات البريطانية المتعاقبة لم تأخذ بذلك التقرير، يعني لم تأخذ ذلك التقرير بعين الاعتبار وتقوم بحظر الجماعة. لكن الإعلام البريطاني بالتأكيد غدا صباحا سوف يشير إلى هذه النقطة وسوف يتم استرجاع كيفية التجنيد وما إلى ذلك، رغم أنه سوف يتم التركيز أكثر على تنظيم داعش، لكن بالمجمل سوف يتم التطرق لجماعة الإخوان المسلمين وأن يجب على المملكة المتحدة أن تكون متشددة أكثر تجاه خاصة طالبي اللجوء ومن الحركات الإسلامية التي تتخذ من لندن مقرا لها، حتى أن هناك جماعات محسوبة معارضة على السعودية على دولة الإمارات على بعض الدول الأخرى العربية وهي تتخذ من لندن مقرا لها وهو يعتبر موقفا معاديا لتلك الدول. وهذه الجماعات معروفة باتصالاتها المتشددة مع جماعات متشددة في المنطقة، بالتالي يعني هذه الحادثة ربما تفتح ملف الجماعة الإرهابية ككل وخاصة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة مرة أخرى. طيب نذكر أن ربما موقف نذكر أن الشرطة البريطانية حتى هذه اللحظة لم تعلن عن أن هذه الحادثة هي حادثة إرهابية أو لم تعلن حتى عن طبيعة هذه الحادثة، ربما تكون حادثة جنائية وربما تكون حادثة إرهابية، لكن أنت تتوقع أن تكون هذه الحادثة بهذه البصمات هي حادثة إرهابية لتكرار؟ هم في الغالب يتكتمون في البداية حتى إذا كانت هذه الحادثة هي سلسلة، ربما تكون هناك أفراد آخرين لهذا الشخص المشتبه به ويكون هناك إذا ما صح وكانت هذه حادثة إرهابية، فبالتالي يتكتمون في الفترة الأولى ثم تخرج الشرطة ببيان يكون أكثر تفصيلا في القريب العاجل. طيب ما الإجراءات تحديدا التي تتخذها الشرطة البريطانية في مثل هكذا أحوال أو حوادث؟ هي كما نشاهد حاليا هي تخلي جسر لندن من المارة ومن المواطنين، هل يعني هي توسع من قاعدة الاشتباه؟ هل هي توسع من المكان التي تقف فيه التي تحاول إبعاد المواطنين في يعني دائرة الاشتباه؟ هل تقوم بتوسيعها أم أنها تنحصر في هذا الكوبري فقط أو هذا الجسر؟ لا هي بالطبع يعني سوف تغلق المنطقة، يعني بالتالي أي منطقة يتم فيها عملية إرهابية تطالب الحكومة البريطانية غالبا المواطنين بالابتعاد عن تلك المنطقة وعدم الاقتراب منها وبالتالي وتغلق المنطقة تماما. لكن لا أعتقد أنه سوف يتم الإغلاق مناطق أبعد أو أوسع من تلك من جسر لندن، خاصة وأنه حتى الآن يعني لا نعرف إذا كان هناك له هذا منفذ الحادث له شركاء أم لا. غالبا في نفس الوقت تقوم يعني بمجرد التعرف على هويته من قبل الشرطة المنفذ العملية يتم مداهمة منزله في نفس الوقت والتعرف على أصدقائه وما إلى ذلك، وإذا كان هناك اشتباه
بشيء ما خلال ساعات يتم أو أقل يعني يتم مداهمة المنزل واعتقال أصدقائه أو التحقيق مع أفراد عائلته فورا. فأعتقد أن هذا ما يتم الآن حتى تكون هناك صورة أوضح للشرطة عندما يتم المؤتمر الصحفي حتى إذا ما تم سؤال أحد يعني عن شيء يكون الشرطة لديها معلومات كافية. طيب أستاذ أحمد، أنت تتوقع أن هذه الحادثة لها بصمات إرهابية من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابية الذين عادوا ربما إلى من سوريا والعراق أو الذين تم تجنيدهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل هناك إجراءات اتخذها الشرطة البريطانية لتتبع هذه العناصر الإرهابية التي جاءت من سوريا والعراق أو حتى تتبع مواقع إلكترونية تحاول تجنيد بعض العناصر في الدول الغربية وفي بريطانيا تحديدا؟ نعم هناك إجراءات، لكن أنا أعتقد من وجهة نظري أن الحكومة البريطانية لا تبذل جهدا كبيرا في تتبع تلك العناصر، خاصة أن منفذ عملية مانشستر الشهيرة التي راح ضحيتها عدد كبير من من البريطانيين في السابق هو كان شارك في 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 شارك في القتال في ليبيا وكان ينتمي إلى جماعة إرهابية أيضا، وأخي يعني أخو منفذ انفجار مانشستر معروف لدى الحكومة البريطانية، إضافة إلى أن والده كان إمام مسجد معروف بتطرفه في مانشستر، ولا زال هذا الشخص مقيم هناك. فالحكومة البريطانية يعني نوعا ما متساهلة مع تلك العناصر كما أسلفت في البداية، خاصة مع عناصر أخرى سواء كانت سعودية أو حتى مصرية. يعني من المعروف أن على سبيل المثال للحصر أن أحد قيادات الإخوان المسلمين الإرهابية أو أغلبهم مقيمين في يعني ليس في تركيا فقط، وأن هناك قيادات مثل إبراهيم منير مقيم في لندن ويتخذ من العاصمة البريطانية مقرا للجماعة، وأن وعلى العكس ربما يقومون أيضا بجمع تبرعات. الحكومة البريطانية لا تتخذ الإجراءات سوى عقب حوادث مشابهة مثل تلك، لكنها لا تقوم بمراقبة هؤلاء بشكل مستمر، لا تقوم باعتقالهم، لا تقوم باستجوابهم بشكل دائم على غرار بعض الدول الأخرى مثل فرنسا أو بلجيكا أو دول غربية أخرى أو الولايات المتحدة حتى. فبالتالي الإجراءات البريطانية غالبا ما تشدد عقب الحوادث ثم تعود مرة أخرى وتتراخى الأجهزة الأمنية في ملاحقة تلك العناصر. بالتأكيد هذه العملية يعني أنا من وجهة نظري أن هذه العملية تحمل البصمات، خاصة أن حوادث الطعن هذه للمارة في الطريق تشهدتها أكثر من مدينة غربية وأغلبها كانت تحمل بصمات تنظيمات إرهابية مثل داعش أو الإخوان. طيب لماذا تعتمد هذه العناصر على هذه الآلية في الهجوم أو في إحداث هذه الهجمات في مثل هكذا حادث؟ إذا ما صح أن هذه الحادثة هي حادثة إرهابية، هي لم تؤدي إلى خسائر كبيرة، يعني حتى هذه اللحظة لم يعلن عن وفاة أحد أي من الأشخاص جراء هذه الحادثة، لماذا يعتمد تنظيم داعش الإرهابي في هذه الأيام في أوروبا تحديدا على حوادث الطعن في هجماته ضد الدول الغربية؟ نعم الهدف هو الإرهاب يعني الإرهاب وتأليب يعني محاولة الاستعراض شو أوف لتلك الجماعات بأننا قادرين أن نصل وأن ننفذ عمليات، رغم أنها كما تفضلتم لا تؤثر، لأن لا يوجد خسائر في الأرواح كثيرة، أغلبها كانت عمليات إما دهس أو طعن أو ما إلى ذلك، لكنها تزعزع المجتمعات الغربية. الأمن بالنسبة لتلك المجتمعات وأعتقد للمجتمعات العربية أيضا هو أغلى ما تملك يعني، فبالتالي هو يحاول أن يزعزع هذه الأمن والاستقرار في الدول. مصر تعرضت يعني لأكثر من هجمة كان هدفها أيضا زعزعة الاستقرار في 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 دولة آمنة مثل مصر أو في دولة مثل بريطانيا، نفس العملية، هذا هو هدفهم أن لا نخرج آمنين في الشوارع، نحاول أن نكون خائفين، زرع الخوف إرهاب، هو يعني هذا هو جوهر الإرهاب بحد ذاته، أن تمشي في أو أن تسير في شوارع مدينة ما في دولة ما وأن لا تكون آمنا على نفسك، هذا ما يحاولون أن يفعلوا. ولكن لا أعتقد أن هذه العمليات تؤثر سواء في المجتمعات الغربية أو حتى في المجتمعات العربية.